التحليل بيقول لماذا لا تؤثر اتهامات الخيانه الحاليه على حزب الحريه النمساوي؟ طبعا كان في هناك اتهامات من حزب الخضر لحزب الحريه بالتعامل مع روسيا او التضامن مع روسيا. الموضوع ده رغم انتشاره اعلاميا وتكراره ولكن الموضوع في استطلاعات الراي يرجع ان حزب الحريه هو الحزب الاول اللي متوقع ان يفوز ان يفوز بانتخابات نعم. البرلمانيه القادمه. هل هناك تناقض في الشارع ام ان هناك احتيال سياسي خلينا نقول من <applause> الاحزاب المعارضه على حزب الحريه نعم ولا وجهه نظرك ايه؟ نعم والله يا استاذي يعني شوف هذا هذا الموضوع فينا ناخذه من عده اطراف. الطرف الاول يعني يعني هذا الشخص او عفوا هذا الحزب الذي فعليا يقال ان له انتماءات، يقال انه له يعني عماله ما، تجسس ما ضد النمسا لصالح روسيا. وفي نفس الوقت ينجح في الحصول على استطلاعات الراي ومن المتوقع له ان فعلا ان ينجح بالانتخابات المقبله ممكن السيد هربت كيك يكون هو المستشار النمساوي الله اعلم. هذا دليل دليل على ان فكره الوطنيه والانتماء للمواطن النمساوي اليوم اصبحت مهزوزه، يعني هذا هذا الحزب والعديد يدرك انه فعليا هو عنده ارتباطات مع روسيا وغير روسيا ايضا في نفس الوقت. ويصر الناخب النمساوي على انتخابه وعلى لا بس دليل على الاستياء اللي موجود من الحكومه الحاليه 100% ده, يعني ده. مش, حبا في يعني. مش حبا في كيكل لا مش حبا في كيكل ولكن يعني حتى لو الناس ده. مش حبا فيه ولكن يعني سخط على التصرفات يعني. الحكوميه الموجوده ولكن لأن. هذا لا يعني مثل ما تفضلت هو فعليا يعني التحقيق الذي اعتقد قامت فيه دير شاندر او الكورير دير نعم دير عريقه صراحه بالتحقيقات نعم التي تقوم بها صحيفه سياسيه طبعا نعم ف فبالتالي فبالتالي بصراحه هذا دليل على انه حزب الحريه طبعا هو ضد الحرب الاوكرانيه، ضد اجراءات كورونا سابقة ضد حزب الاس بي او، ضد حزب الشعب، فبالتالي هو يصطاد بالماء العكر، يستغل ورقه اللاجئين، يستغل ورقه التضخم، يستغل ورقه اوكرانيا، يستغل ورقه التوازنات الدوليه في الـ في الـ 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 الوضع الروسي والامريكي، فبالتالي فبالتالي مهما فعل وحتى اثبت عليه مئة بالمئة انه هو فعليا حزب يتبع للكرملين ف الناخب النمساوي سينتخبه لانه مم. يوجد خلل في الانتماء وفي الوقت نفسه مثل ما تفضلت انه 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 هذا الحزب يلعب على هذه التناقضات للحصول على اكبر قدر منها من عندهم أسواق. كمان فضيحه ماليه في نادي الحزب في جراتيس نعم ورغم الناخب من يمكن من سخطه على الاداء الحكومي الكريم. بيتمنى تغيير الحكومه بشكل او الفساد الفساد في النمسا مع الاسف اصبح سمه اليوم فلم ي... لم يعد في الوقت تهمة. الحالي لم اضم تهمه صوت يعني. لم يعني. يعد تهمه مع الاسف الشديد